شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. حياكم الله وإياكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم. ورد اليوم من الآية 197 إلى الآية 202، رقم الوجه رقم الصفحة 31. نفتح المصاحف ونتعرف على ضيفنا في الاستوديو، ضيفنا في هذه الحلقة الشيخ فرج سعيد. ازيك شيخ فرج؟ يا اهلا وسهلا يا فندم، نور. الله يبارك فيك يا فندم. الشيخ فرج عنده مواهب متعددة هنتعرف عليها ان شاء الله من خلال الحلقة، بس قبل ما يبدأ تلاوة الورد من قوله تعالى الحج اشهر معلومات، يعني دعاء حضراتكم لسلمى بنت اخت اخونا استاذ احمد نصر، مدير برامج وصاحب برنامج أهل الذكر، بالشفاء لأنها في العيادة المركزة الآن. صلى الله نشفيها شفاء عاجلا غير آجلا، شفاء لا يغادر سقما. وأيضا الحاج شرف الدين محمد بنته كانت على اتصال معي وطلبت مني الدعاء له، ندعو له إن شاء الله بالشفاء، وأيضا في العيادة المركزة. والدعاء لكل مرضى المسلمين، أسأل الله يشفي الجميع شفاء عاجلا غير آجلا. قولوا آمين. آمين. جاهز شيخ فرج؟ الحمد لله. ولا تفصيل؟ ان شاء الله باذن الله. جاهز ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نبدا ان شاء الله قراءة الورد. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نمكن الغنى شوية كمان، تلاقي لي يا شيخ فرج ما شاء الله عليك، انت اداء جميل كده وبتجيب المنشاوي كمان ما شاء الله عليك. نمكن الغنى بس. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بس شوية كمان. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بارك الله فيك، ما شاء الله انت بتجيب المشاوي كويس قوي ما شاء الله. ويعني انا اعلم ان انك تاتي باصوات يعني كثير من المشايخ. الحمد لله، يعني بقلد بعض المشايخ. يعني زي مين كده ومين ومين؟ يعني الشيخ محمود علي البنا، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ الحزيفي ما شاء الله امام المسجد النبوي. يعني الشيخ فرج صاحب بتقلده ولا ما تعرفش تقلده؟ صعب شوية. ما اعرفش. لكن مالكش انت يعني ايه؟ ما بسمعوش في الاذاعة كتير. لا لكن انت مالكش يعني صوت خاص بيك؟ يعني انت دخلت على طول على المنشاوي، لكن انت مالكش صوت مميز يعني يميزك، ولا انت اعتدت انك تقرا اما بصوت الشيخ البنا او صوت الشيخ المنشاوي او صوت الشيخ الباصي؟ هو سماع القران كثيرا هو اللي بيأثر على التلاوه اللي انا بقراها. وعامل لك مظبط لك الاداء ده يعني. فساعات انا بقرا بطريقه بتاعت انا شخصيا بظن ان انا برتاح فيها. تمام. بس برضو يعني يعني بتبان ان لازم انا بقلد. لازم يغلب عليك برضو شيخ من المشايخ. لاني انا مني سماعي اكتر من يعني بسمع اكتر. طيب ان شاء الله. السماع بيأثر في في ناس بتسمع ما فيش تأثير في الأداء، لكن هي موهبة من عند الله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وبارك فيك. موهبة ان شاء الله. ويعني وفادي كمان بعد لما تفتح لنا فرصة ان شاء الله. عندنا انشاء كمان وما شاء الله، يعني اليوم ان شاء الله بإذن الله حلقة مليئة بالمواهب ان شاء الله. طيب خلينا نبدأ الأول في التعليق على بعض الاخطاء اللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا حال قراءتهم لورد اليوم. واللي حابب يتواصل معنا ويقرا معنا عبر الهاتف، ارقام الهواتف هتظهر تباعا على الشاشه باذن الله تعالى. واللي حابب يتواصل معنا على صفحه البرنامج على الفيسبوك، برضو الصفحه عنوانها هيظهر على الشاشه سلاج الندى ALM. طيب نبدا يا شيخ فرج. الحج اشهر معلومات، بنسمع ناس بتقول الحج اشهر. الحج ايه الحج دي؟ لا الحج تعطيش الجيم. احسنت، يبقى انا ما ينفعش ان انا ابدل الجيم بايه؟ بشين، صح؟ ناخد اتصال طيب ونبين الفرق بين الجيم والشين في المخرج. حاج حسين السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا امي؟ ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، ويبارك في ضيفك وفي الاسره الكريمه والعائله كلها يا رب. الله يرفع قدرك يا امي، ربنا يبارك فيك. ونبارك بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر في تقدم حضرتك. تنور في القناه امبارح، بسم الله ما شاء الله في تكريم تكريم اهل القران. اصلا جعلنا واياكم منهم. يا رب يا رب يا شيخ اشرف دعينا لعرفك يا رب. يا رب يسرنا واياكم. ابدأ ان شاء الله. ابدأ ان شاء الله يا امي ان شاء الله. أنا بسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. يا أمي بصي اسمعين، فمن فرض كده فخمنا الغنة، والغنة عندنا مرققة لأن داخلين على إيه؟ على فاء. فمن فرض فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما خد بالك عايزين نبين بقى ايه؟ تسجيل جيم والقلقله عند الوقف. الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. تمام. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى التقوى. واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفة. أفضتم. حاضر. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم
لا الإخفاء بقى، وإن كنتم غنى لازم تظبط عشان تعمل كمان أداء القرآني بقى حاضر الجميل. حاضر حاضر يا شيخ رأس، ما حاضر. شاء الله عليك، ربنا يخليك ويخلينا تعليماتك الجميلة، ربنا ربنا يبارك في يرفع حضرتك قدرك يا يا رب. كبير، ربنا يحفظك ويزيدك صبر ربنا عليا. يحفظ عليك، حاضر. لا ربنا يخليك لنا. وإن كنتم من قبل من الضالين. بارك الله فيك، كفايه كده نصف الورد. ربنا ربنا يبارك فيك يبارك يا ام، لحضرتك، ربنا يرفع ربنا قدرك. يبارك لحضرتك. الله السلام يحفظك. عليكم ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. ورحمه الله وبركاته. شيخنا الشيخ فرج، يبقى احنا عندنا ابدال الجيم بشين، وده بيقع فيه كثير من الناس. يقول لك ايه؟ المسجد، المسجد، المسجد. برضه في ناس بتعمل كده. الجيم عموما سهل جدا، ليه؟ لانها قريبه من الشين. احنا عندنا مخرج الجيم والشين والياء من وسط اللسان مع ما يوليه من سقف الحنك الاعلى، فده بيخلي الامر ايه؟ سهل ان انا انتقل من مخرج لمخرج. نعم، مش من مخرج لمخرج، ما تنفعش. تمام. طيب ناخد اتصال مين؟ سناء. السلام عليكم. وعليكم السلام حاجة ورحمة سناء. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أهل القرآن، وذكركم الله في من عندي. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي سلمى شفاء طيبا لا يغادر سقم، عاجل غير آجل، قريب غير بعيد، وجميع مرضى المسلمين. أيوة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليه واشفع يا شيخ عاصم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض، ثم أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. كويس. فإذا قضيتم، لا أنا باين الضاد بقى، قضيتم، لا قضى، عندي قاف مفخمة وضاد مفخمة. ماشي. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا، آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من ظهرا من ظهر، من خلاق، وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول بس خلينا ما نقفش على النون. طيب ربنا، ومنهم على طول. نعم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب ما كسبوا. نبين بقى الميمين المشددتين، نصيب مما كسبوا، نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. بارك الله فيكي يا حاجة سناء، ما شاء الله عليكي، ربنا يحفظك ويبارك فيكي ويزيدكم جميعا صبرا علي. شيخ فرج، نكمل بقى كلامنا. فمن فرض، هنلاقي بقى تفخيم وترقيق كتير جدا في الايات، وكتير من الناس مش بيعرف يخلص التفخيم بالترقيق والترقيق من ايه؟ من التفخيم. فمن فرض ما تنفعش. فمن، ايوه احسنت، زي ما انت قراتها كده، فمن فرض مش فمن فرد. ايه ده؟ ممكن اخليها فرد وابدل الضاد بدال؟ اه ده خطا. ليه؟ لان انا حبيت يعني اخلص الضاد، فوقعت في مشكله ان انا ايه؟ جبت الهيئه ثبتها مع ايه؟ مع الحروف المرققه، فرققت الايه؟ الضاد. تمام. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا رفث. ما تنفعش بالسين، ما تنفعش، هي بالثاء. وبدال السين في بثاء في القران دي مشكله كبيره جدا، او الثاء بسين، يعني السين بثاء او الثاء بسين، ده بيغير معاني في بعض الايه؟ في بعض الايات. ناخد اتصال. مؤيات، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت حضرتك الشيخ اشرف. اهلا بيكم ايات، ربنا يبارك فيكي. بارك الله فيك. وفيكم الله بارك. اقرا ان شاء الله من اول بيت. اتفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في الخلقلة بقى، في الحج. في الحج. ايوه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. سكن مين بقى؟ يعلمه الله. يعلمه اللام ساكنه ولا متحركه؟ الميم بتكلم على الميم. يعلمه الله. تمام، ممتاز. وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. عندنا بقى غنة، ركزي في الضاد وتخلصها، فنسيت الغنة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بارك الله فيكم وإياك، ربنا يحفظك. ما شاء الله قراءة طيبة، ربنا يبارك فيك. طبعا الآيات بتذكرنا بالحج. طبعا. وإحنا يعني صلى الله أن يتقبل من حجاج بيته هذا العام. آمين يا رب. وأن يرزقنا جميعا حج بيته العام القادم. آمين يا رب العالمين. امين. وانت حاضر لي حاجه الحج هنختم بيها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وامرت بذبح يا ولدي. نعم. اللي هي قصه سيدنا قصة ابراهيم. قصه الذبيح. وسيدنا اسماعيل. موقف يعني الشاعر كان كتبه يعني موقف سيدنا ابراهيم عن سيدنا اسماعيل في موقف الذبح. تمام. فصوروا لنا يعني تصوير جيد بالشعر، فان شاء الله ونسمعه يعني بقى باداء جميل إن شاء الله وصوت جميل ان شاء الله منك باذن الله. الله. ان شاء الله باذن الله. طيب. انا مش حابب اخد برضو اتكلم كتير في التعليق على الاخطاء وبرضو وما نسمعش حتى بين خليها فواصل كده بين كلامي يعني. تمام، مفيش مشاكل. يعني ناخد فاصل كده تقرا لنا فيه ايه من الورد بصوت شيخ ابن الشيخ ان شاء الله. يعني سمعنا مين؟ يعني سمعتنا انا نشاوي. بدات جزء من بنا وبعدين عبد الباسط. تمام. في ان شاء الله الامام الحذيفي يعني شيخ. طيب خلاص. مشهور طبعا. ناخد اي ناخد اي يعني مثلا. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. جميل. هذا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. طريق. أنا مش من محبي كمان الشيخ الحذيفي يعني. تلاوة هادئة. رائع. وانت كمان بتأديها بشكل طيب جدا، ربنا يبارك فيك. بس انا بقى ليا اعتراض على البدء، على بدء يعني. اتفضل. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، صح كده؟ ما ينفعش ابدا اقول ايه ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ده بعض الناس، ده ومن الناس. تمام. فمن الناس، فخليها ايه، خليها يعني تعود على الناس اللي بيقولوا كده. لا تعود عليا كقارئ. بس هو ده اللي بدا يعني. ايوه بالظبط كده. تمام. طيب. هنخلي بقى الشيخ فرج كده في فواصل كده بين كلامي يعني وتعليقي على الاخطاء. طب ناخد الاستاذ زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ اشرف. اهلا بحضرتك استاذ زينب، ربنا فيك. بارك الله فيك وضيفك الكريم. وفيكم الله وبارك. بارك الله فيك. الله اكبر. احنا عايزين نشوف المنشاوي بقى.
عايزين تسمع المشاوي؟ ايوه. طيب خلاص حاضر، نسمع المشاوي. ربنا يبارك فيك. طب اسمع المشاوي حضرتك، ما تقرايش ده، حضرتك راي وبعدين نسمع المشاوي. ماشي خلاص، زي ما حضرتك تعب انا اقرا من فين ان شاء الله ثم افيدك. اقرا من بدايه الورد ان شاء الله. طبعا هتقرا حضرتك بورشه بورش ان شاء الله باذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. جميل أوي، بس عايزين نقول إيه؟ خير، عايزين نبين ترقيق الراء. حاضر يا شيخ. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ما شاء الله عليكي يا أستاذ زينب، ما شاء الله عليك، يعني محبة للرواية وما شاء الله يعني أتقنتيها، ربنا يبارك فيك ويحفظك. شكرا لحضرتك جدا، بارك الله في حضرتك يا شيخ، شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك، مع السلامة. حاجة زينب كانت تقرأ برواية ورش عن الإمام نافع، وورش هو الراوي الوحيد المصري من 20 راوي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الروايات المتواترة. ده من فضل الله على مصر يعني. نعم. نافعها بيطلع منها يعني. عشان كده يعني رواية ورش منتشرة بفضل الله تعالى في مصر، لكن رواية حفص هي أكثر انتشارا. الأكثر انتشارا ليه؟ لأنها كان يعني هناك توحيد للرواية، تمام، على مستوى العالم، تمام. لكن مصر كانوا في مصر يقرؤون برواية ورش عن الإمام نافع منذ يعني ما يقرب من 150 سنة تقريبا يعني. ما شاء الله. طب أكمل كلامي بقى؟ اتفضل. صلوا على النبي. طيب يا شيخ عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولا جدال في الحج، ايوه هي كده صح، لكن في الحج، في الحد، كل ده خطا، انا ممكن اضيعها خالص. طب معانا زينب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حاجه زينب، اهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ اشرف؟ في نعم والله والحمد لله. بارك الله فيك وفي الشيخ فرج. وفيكم الله وبارك. شكرا. اللهم افرجها علينا يا رب جميعا. امين. لا شيخ فرج ما شاء الله اسمه فرج وسعيد، يعني ما شاء الله يعني. يا رب يسعدنا ويفرجها علينا وعليه يا رب. امين يا رب، امين على المسلمين جميعا يا رب. اكملي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا. لا خدي بالك، الناس ليه؟ الناس. أيوة تمام. من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. جميل جدا، بس عايزين بقى يبان الغين ونسكنها ونفخمها شوية كمان. واستغفروا الله. تمام. إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم. أنت بتقرأي بورش بقى. كذكركم. تمام، بقولها ذكركم يا شيخ أحمد. لا أنا بتكلم على الراء. كذكركم. كذكركم آباءكم. آباءكم
لكم أشد ذكرى. بس أمدي بقى ستة. آباءكم أشد. ما بس قبلها كان عشرة يعني. طيب انا اعمل ايه؟ ما حضرتك اخترتي روايه ورش، وروايه ورش لا تقرا الا هكذا، فيها مدود كتيره محتاجه نفس طويل. فاذكروا الله كذكركم اباءكم اباءكم اشد ذكرى ذكرى ذكرى. ايوه فيها فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تمام وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ما شاء الله عليك، انت اخترتي ايات والايات كلها فيها بدل وفيها منفصل وفيها صلاة ميم جمع، كلها مدود يعني. اصل بقى حاجه لا تتناسب مع السن خالص. لا يعني. ربنا يبارك في عمرك والله ما شاء الله عليكي، ربنا يحفظك ويبارك فيك. بس حضرتك بتزودي شويه المدود، يعني السته بيبقوا ايه يوصلوا لثمانية، لو قللنا شويه هتلاقي الامور تنضبط ان شاء الله. لكن ما شاء الله لو خليناها خمسة ونص ما لا ما ينفعش خمسة ونص ولا خمسة ونص ولا ستة ونص. هم ستة طيب. ربنا يبارك فيك طيب. ربنا يحفظك ان شاء الله. ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني في خير كتير الحمد لله، وفي حب للقران كبير. الواحد بيسعد لما يسمع يعني ان في بيوت المسلمين بهذا الشكل ناس بتقرا وترتل القران، يعني ما شاء الله بيوت المسلمين عامره بالقران. لا وفي اجاده كمان يعني الحمد يعني حتى يعني إجادة. معظمهم تعلموا القران من خلال الشاشه، فده برضو نعم. فضل من الله ان يصل. انا كنت دايما بقول كده يعني في احدى القنوات ان محدش ليه حجة، القرآن يصل الى الاسرة. الواحد ممكن يبقى جالس على السرير كده ومتكي كده والشاي والشيخ الشاي والشيخ بيشرب شاي ومريح خالص وايه والشيخ وصله لحد الايه من فضل الله والله يعني. فمحدش ليه حجة في موضوع تعلم القرآن. نعم صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا قلنا بيه كلمه الحج ده هنا في اعلى مراتب القلقله، لازم ابين صوت الايه صوت القلقله اللي هو القوي اللي هو ايه اقف زمن قليل جدا على الحرف المقلقل عشان اعمل ايه ابين ايه ابين التشديد كمان، لان اي مشدد في القران بقف عليه بزمن الحرفين الحج. لكن لو جيم لوحدها فج فج لو قلت من كل فج من كل فج تختلف عن ايه اما اقف عليها لانها مخففه غير لما تكون مشدده عند الوقف. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. سمعنا الخطا دوت وبنسمعه كتير قوي اللي هو تحريك الايه الميم يعلمه، هي يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد ما تنفعش، خير الزاد ما تنفعش، خير الزاد هي كده القرآن لا يقرأ إلا هكذا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ده عند حفص ورش له التقليل التقوى. في ناس بتجيب بقى لحفص شيخ فرج يقرأ بإيه بالإمالة، وإحنا عندنا عند حفص التقوى تقوي. وفي قراءة أخرى التقوى دي قراءة تانية، لكن عندنا بنتكلم على ورش لأن ورش أكثر إيه أكثر قراءة به إيه معنى. واتقون يا أولي الألباب كده الآية خلصت. نسمع بقى المنشاوي عشان ما نزعلش إيه الأستاذة زينب طلبت إنها تسمع المنشاوي. ناخد بقى من البداية تمام. الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ما تذكرش الشيخ مشوخ كالغنى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله نعم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين إن شاء الله نفس نفس طب نفس ده لسه شباب يا شيخ فرج نفس في الضالين يعني هو عايز ست حركات اه طبعا نعم انا قصدي اقول يعني انت لسه شباب يعني المفروض النفس يبقى لسه طويل يعني عذرا بقى معلش ربنا يبارك فيك طيب هعلق برضو على التفخيم والترقيق في الايه الثانيه وده برضو اخطاء بيقع فيها كثير من الناس ليس عليكم جناح ان تبتغوا الغين شوفوا فين ان تبتغوا ليش تبت وخش على الغين بعد كده يعني انا اخلص الايه صح يا عم امير ما ينفعش اقول تبتغوا ولا تبتغوا وخلص خلي الغين ضعيفه قوي كده الغين هنا مضمومه يعني في مرتبه قويه من التفخيم تبتغوا غو مش تبتغوا غو ما تنفعش ولا تبتغوا ما تنفعش تبتغوا فضلا من ربكم الغنن احنا اتفقنا ان الموازين الغنن واحده يعني كل الغنن تتساوى في الزمن وتختلف الاصوات يعني الميم المشدده صوتها يختلف عن صوت الميم المخفاه عند الباء وعن صوت النون المخفاه عند حروف 15 حرف وعن الادغام الصوت يختلف لكن الزمن ثابت لا يتغير زمن الغنه كله ثابت في الايه في القران كله كله حركتين زمن الغنه هو حركتين ده على سبيل التقريب نقول قبل كده شيخ فرج ان 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 الغنه زمنها زمن التلقي يعني الاصل في القران كله ان انا اتلقى تلقيت القران عن شيخي عن شيخه عن شيخه عن شيخه الى ان نصل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم الغنه بزمنها نقلوه الى التابعين والتابعين الى تابع التابعين الى ان وصل الينا فلا تقاس الغنه بزمن الحركات اللي يقاس بزمن الحركات المد لكن على سبيل التقريب لان ما لهاش زمن الغنه يقاس بيه تقاس بيه احنا بنقول تقريبا يعني ايوه بالظبط كده يبقى لازم ان في حركات يبقى ما دام في اربعه وفي اثنين وفي سته اذا يبقى اكيد يعني بيقربنا شويه من لكن هي هتلاقيها يعني زمانها اطول من زمن الايه المادي ودايما بقول كده اسمع مني كده اما ايهما اطول المد ما ولا الميم المشدده؟ الميم المشدده طب ما هو احنا كده الالف الماديه دي زمانها حركتين يبقى لو قلنا انها حركتين بالضبط يبقى المفروض نقول ايه اما يعني لكن دي لكن انا تلقيتها على مشايخي تمام وشيخ تلقوهم على مشايخهم تلقوها ايه اما يبقى يعني هنا يعني زمن الغنى اطول الميم المشدده تبقى ممكن تكون اطول سنه او حركه مثلا من الالف تمام مش ما اقدرش اقول حركه نقول ان هي اطول لكن احنا القياس عندنا هو التلقي نعم ناخد حاجه فاطمه اتفضل السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجة فاطمة ازاي حضرتك اهلا بيك وبضيفك الكريم اهلا بيك يا ربنا يبارك فيك ويحفظك الله يخليك ابدأ اقرأ ان شاء الله تفضلي ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الميمس كده كنا بنتكلم حاجة فاطمة. يعلمه نعم. الله. الميم ساكنة. يا خدت من حضرتك شبه الضم كده. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. إن شاء الله صح. وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله. بارك الله فيك ما شاء الله عليك حاجة فاطمة على فكرة يعني كل بتصلوا علينا بينهم اتصالات وفي عدد من أمهاتنا وأخواتنا بيقرأوا معها عبر الهاتف بيتعلمون يعني التلاوة ما شاء الله يعني نلاحظ حاجة جميلة كمان ان اكثر اللي اتصلوا بينا من النساء يعني ودي يعني حاجة هو مفيش حد اتصل النساء مفيش حد اتصل وده غالب البرنامج يعني ودي حاجه كويسه برضو يعني مش طبعا لان هم امهات تمام هم اللي بيعلموا هم اللي بيربوا اولادنا على القران تمام زي ما قال الشاعر الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق تمام فانا يعني بوجه شكر وتقدير لهؤلاء الامهات وان هم يكونوا قدوه طيبه لكل امهات المسلمين ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى ربنا يحفظهم جميعا يعني منهم حفظ القران ومنهم حفظ كم من القران والامر مش قاصر خالص على ان انا سني والروايات يعني والله كل ده من خلال كمان بفضل يعني الله تعالى من خلال مش حفظ فقط لا متابعه الروايات وقراءات وما شاء الله ففي يعني في مبشرات بالخير والله يعني انا بس عايز اقول حاجه ان في اخ حبيب وعنده دلوقتي 60 سنه يعني بدا معي ختمه في سند من حوالي سنه ونصف اداء كويس وقراءته ممتازه وبيقرا معايا القران غايبا ما شاء الله فاكتشفت ان هو كان بيحفظ معايا انا فاكر ان هو حافظ يعني من سن مثلا 58 ولا حاجه بدا حفظ القران واقترب من الختم فاضل له تقريبا ثلاث اجزاء او حاجه ما شاء الله فانا عايز اقول ان الامر مش صعب الامر سهل جدا معانا اتصال ناخد اخر اتصال رضوى فرج سعيد اكيد بنتك رضوى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا رضوى الحمد لله حياكم الله وبارك الله فيكم وحياكم الله وبارك الله فيكم يا رضوى انت يا رضوى اخبارك ايه مع القرآن نعم حافظة قد ايه من القرآن انا احفظ عاوز اقرأ بس سورة الرحمن هذه سورة الرحمن كلها مش هيقضي البرنامج احنا خلاص فاضل لنا يعني ثلاث دقائق تقريبا يعني طب ابدأي مثلا هاتي اولها كده ايه اقرأي في اولها طيب ابدأي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بس تسمع نفسك يا رضوى في التلفزيون والسماء رفعها ووضع الميزان يا رضوى ألا تطغوا في الميزان رضوى يا رضوى وطي التلفزيون يا رضوى واسمعيني من التليفون ماشي سمعاني كده بقولك انت حافظه قد ايه يا رضوى من القرآن حافظه 18 جزء ما شاء 14. الله 18 19 14 ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك يا رضوى ويحفظك ويبارك لك فيها يا شيخ فاضل يبارك فيك يا فندم عندها كم سنه يا رضوى انا فوجئت بهذا الاتصال طب عندها كم سنه
عندها 12 سنة. ما شاء الله. 13. ما شاء الله. يعني دخلت في 13 وخلص 14 جزء. 18. هي 14 ولا 18؟ 18. 18 جزء. طيب ما شاء الله ربنا يبارك فيها ويحفظها وتختم القرآن قريبا بإذن الله. إن شاء الله. همتك معاها بقى. إن شاء الله بإذن. طيب إحنا ما معناش وقت، معنا وقت قد إيه يا أستاذ أيمن؟ دقيقتين بس؟ احنا كنا عايزين نسمع طيب قصيدة. نسمع قصيدة ولا ناخد آية؟ القصيدة لا خلاص احنا قلنا هنختم بيها. تقريب. نسمع بقى القصيدة ونختم بيها إن شاء الله. والقصيدة يعني تتناسب مع هذه الأيام البركات اللي احنا داخلين عليها، أيام عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا حج بيته. أمين. العام القادم لمن لم يحج في هذا العام. أمين. ماشي تفضل اسمعنا. وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه، ويقول العبد بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لله أمرا من يعصي يوما مولاه، لن أعصي لله أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتوسل في الملأ الأعلى أرض وسماء ومياه. ويقول الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، ويقول الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه، يا إبراهيم فديناه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله متعدد المواهب. شيخ فرج وامتعتنا في هذه الحلقه، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك وحضرتك. انا في جالي بعض الرسائل ان شاء الله نخليها بقى للقاء القادم ان شاء الله، هقراها كلها باذن الله تعالى ونرد لو في حاجه محتاجه رد. كانت حلقه جميله، جزاك الله خير، خفيفه ومرت بسرعه ما شعرنا بها في نهايه الحلقه. بشكر ضيفي في الاستوديو الشيخ فرج السعيد، جزاك الله خير، يجعل لك من اسمك ومن اسم ابيك نصيب. امين يا رب العالمين يا رب. ويعني يا رب يعني اسال الله تبارك وتعالى ان ينعم على مصر نعمه الامن والامان يا رب العالمين. امين يا رب. وان يسعد جميع الناس يا رب. امين. وان يجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا واحزاننا. امين يا رب. وجزاكم الله خيرا. سعدت بك يا شيخ فرج في هذا الحلقه، واسعد بك في لقاءات اخرى ان شاء الله قادمه باذن الله تعالى. ان شاء الله. ان شاء الله. حتى نستكمل كمان التقليد في ان شاء الله. كان في بعض ربنا يبارك فيك ان شاء الله. كما اشكر كل من اتصل علينا وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، وشكر خاص لفريق العمل وعلى راس فريق العمل في هذه الحلقه مخرجنا الجميل اخونا ايمن النبراوي بارك الله فيه وفي فريق العمل معه. ألتقي بكم بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم الخميس القادم قبل هذا الموعد بساعة تقريبا. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل.
إذا تهت يوما مع الحائرين، فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين.